أهلا وسهلا متابعينا مرة ثانية مع تكملة الجزء الخامس من موضوع الجمل المهمة اللي هو الفيشتيغا انفورماتسيونن. وعودتكم مثل كل مقطع فيديو راح أنزل لكم خمس جمل أو يعني أمور مهمة واحد يستخدمها بالحياة الطبيعية. فراح نبدأ بأول جملة: بست دو نايدش. بست دو نايدش يعني هل أنت حاسود؟ يعني شخص يحسدك على فد امر معين انت عندك ومثلا يوقع من ايدك ينكسر او يخرب نفس اللحظه فتقول له بست دو نايدش. الجمله الثانيه: mach mich nicht für etwas verantwortlich, das ich nicht getan habe. يعني لا تخليني مسؤول عن شيء انا ما سويته او لم افعله. mach mich nicht für etwas verantwortlich, das ich nicht getan habe. البعدها: danke, stimmt so. يعني شكرا لك تمام. يعني الباقي لك. هاي من تكون مثلا بمطعم واي شيء انت مثلا اشتريته مثلا 14 اورو هو سعره مثلا 15 اورو والعفو 14 اورو ونص فانت تنطيه 15 اورو تقول له danke. اشتمت سو يعني تنطي مثلا 50 سنت بخشيش. الجملة اللي بعدها: كان ايش اس عن بروبيرن. يعني هل استطيع تجربته؟ مثل تي تشتري في تشالا تسأل اقدر اجربها مثلا قبل ما اشتريها. كان ايش اس عن بروبيرن. اذا البروبيرن واحدها هذا تجي مع الاطعمة والاكل. عن بروبيرن تجي مع الملابس او السلعة تي تشتريها. وناخذ الجملة الخامسة والاخيرة: können Sie mir etwas billiger zeigen. يعني راح تشتري مثلا ياكة او مانتل معطف او جاكيت وكان سعرها غالي عليك فتقدر تقول له للفيركوفر البائع تقول له können Sie mir etwas billiger zeigen. يعني هل يمكنك ان تريني مثلا شيء ارخص او سعر مناسب الي. يعني هذا المعنى من الجملة. وان شاء الله الجمل تعجبكم. ولا تنسون اكيد بالاعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة بالنسبة للأخوة والأخوات المتابعين الجدد. وانتظروني بتكملة هذه السلسلة. وتحياتي للجميع.